عزيز. صباح الخير، مساء الخير، كل الأوقات الحلوة. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معي أنا زياد الشهري في تأمين بضيف جديد، والحلقة الأخيرة ما قبل إجازة العيد، مختلفة إن شاء الله. أعتقد أن رتم الصراحة فيها بيكون عالي، ولكن صراحة مقبولة لشخصية ضيفنا إن كنت للشخصيات قارئا. باسمي واسمكم مشاهدينا الكرام، متابعينا من عبر شاشات قناة بداية الفضائية أو من خلال البث المباشر على اليوتيوب، أرحب بضيفي محمد آل دنعة أبو ناصر. يا مرحبا يا محمد. الله يسلمك ويطول في عمرك. الحقيقة لي الشرف أني أتواجد في هذا الفقر والكيان العظيم، وبجانبك يا أستاذ أبو سعد. طول عمرك. الله يحييك. الله يسلمك. ليش يا محمد مجرد أن الواحد يشوفك يستانس؟ على قولة